السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ اللغة العربية للصف الثاني. اليوم سنتعلم موضوع أحافظ على الأدوات الدراسية. هيا نبدأ. دفتر كتاب قلم قلم رصاص قلم رصاص قلم رصاص قلم تلوين قلم تلوين قلم تلوين قلم تلوين حقيبة ممحات مسطرة مبرات ورقة مقلمة Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe channel saya untuk video-video yang lebih menarik. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.